نحن الآن داخل إحدى العشوائيات في ولاية ساو باولو، تحديدا في عشوائية برازيلانجيا كما تسمى هنا، وهذا هو أحد المنازل في هذه المساكن. هنا نستطيع مشاهدة المنزل وتفاصيل هذا المنزل. هو عبارة عن غرفة واحدة فيها كل تفاصيل المنزل. المطبخ، ومباشرة نصل من بعد المطبخ إلى الحمام، وبعد ذلك نشاهد الغرفة. هذه هي الغرفة الوحيدة في هذا المنزل الذي يسكن فيه 5 أشخاص في هذا المنزل. هذه صديقتنا البرازيلية هنا، وخمس أشخاص يعيشون داخل هذه الغرفة في هذه المساحة الضيقة كما شاهدنا. هذه هي الحالة داخل العشوائيات البرازيلية، الحالة الصعبة التي يعاني منها أكثر من 30 مليون برازيلي يعيشون في مثل هذه الأحوال وفي مثل هذه الأحياء.